مسطرة واكس نايف لاكرونة وقلم أو أبرة، بس هذا ترى بيه أبرة. أوكي، أكو هواي أشكال للكاربر طبعا، بس هل من المعقولة كلها يحتاجها؟ كلها كاربر. وبعدك كل احتاجها؟ لا، كل احتاجها على مود يطلع السن مالتي حلو هم؟ لا طبعا، هي سكيل ذبت الايد، اكو واحد يعرف ينحت، اكو واحد ما يعرف ينحت. على العموم احنا نريد فد شيء ايديال، ما يحتاج انه هو اكو دائما يقول اكو باد وركرز بليم هيز تولز، يعني اللي ما يعرف يشتغل دائما يقول ادواتي مو زينه فاني ما طلع شغل حلو. لا، اللي شغله حلو يده شغله حلوه، اللي مو شغله حلو لو يجيب إيه، يعني هي واحده ينحتها ما ينحت عدل. نفس هذا الرسم هسه رسمناه، راح نحته على البلوك. شو اسوي بالبدايه؟ اكس اكسس واي اكسس، فاني ايش راح اقيس؟ عرض البلوك ايش قد، كده هاي 15 اقسمها بالنص، طبعا هذا شلون بده يحفر؟ هاي أبرة، تريدون قلم رصاص، تريدون بالهذا بالواكس نايف، باللاكرونة، أي شيء. هاي النبلة مالتها من رفيعة. هذا يا أكسس رسمنا. حلو. زين، حسم هسه الأكس اللي هو من نقطة اليومكم لاين أي لللاين بي، إيش قد؟ 10.5. عشرة ونص. وراح شو نحدد؟ فصار عندي كم نقطة؟ عندي بس هاي النقطة. اوكي؟ قلنا وراها شلون؟ ننزل 2 ملي، هذا واحد، هاي اثنين، ونأشر. هذا على مشار سمنا انا. سيرفايكل. نفس القياس اللي موجود راح نقشه على البلوك. فانتوا الورقة قبالكم راح تقصون نفس القص. اوكي؟ زين، الورقة اللي اخش اقص بها قياس اللاخ ايش قد احتاج؟ 3.5 × 3.5. واحد، اثنين، ثلاثة ونص، واحد، اثنين، ثلاثة ونص. واضحة؟ هاي النقاط. وراها ايش راح اسوي؟ كذا انزل. رسمنا هاي. راح ارسم هسه هاي النقطة، ايش قد؟ 7، ايش قد من هنا؟ 4، من هنا؟ 4.5. خمسة، ستة، سبعة، يا هي هاي راح أشر عليها ديستالي، هاي أشر عليها ميجر. جيل قلنا منها 4، وعلى الإنسايزر منا هذا طبعا هاي ميجر، منا لهنا ميرلي ستريت، منا لهنا كيرف، منا راوندد،
بعدين السنسر وركر لاين. بالعكس ما يهم. شو طول الروت؟ 13 10. طبعا انا ما احتاج كل الروت. على مود هاي الفقرة اتأكد انها رسمي صح. هي هاي 6 مرات اللي لحرسم، هاي الاسنان اللي هنا انا لحرسمها، لحطيني فد يعني سكيل بالبداية او فد تريننج على مود ارسم على بلوك. من لحرسم 6 مرات على ورقة واجي بعدين بالسابع مرة خليها على بلوك، اسهل بهواية من اول مرة ارجي ارسمها على بلوك، هواية اسهل. ليش سويت هيك؟ لما تبقى هاي البلوكة جوا ما بخ، لحبدي أقص. طبعا اكو هواية تكنيك للجراس شلون واحد يعني بالضبط، يلزم خاشوقة ويلزم سكينة، كل واحد وطريقته، لكن هي عادة بالأسنان هاي اللزمة. اي انسترومنت، هذا سبورت، هذا القلم اسمه بين موديفايد، يعني لازم قلم ضغط عليه. اكو لا تقدر تلزمها هيك شلون واحد يقشر بوتيته، على ما تقدر تسوي كاربين، لكن على مود اشوفكم شلون راح اقص، فراح اقص انه كانه منشار وده يقص من فوق. انتم ماكو داعي، المفروض هيك تقصون. هاي طريقه بالبدايه مال كاربين سكرابينج. فقرة لازم وين؟ أنا الخط يا دوب أوصل له، يا دوب. لأن هذا الخط أنا وين راسمه؟ راسمه على اللاين مات، يعني على النقاط. إذا طبيت جوا وأخذت اللاين صار السن أصغر، وإذا ما وصلت ليش لا يطلع السن كبير. شوفوني وصلت هاي المنطقة يم اللاين، بعد اوقف من يمها احول غير منطقة. طبعا من المستحيل انه يطلع اول مرة يعني سن حلو كامل، خاصة يعني اول مرة تجربون الاسنان. تشوفوا شلون داخل اروح وارجع، ليش؟ لان اذا اخذ بس جهة من نانا اللي بس جهة الرسم، بس من جهة الرسم اخذ هاي المنان واباوع عليه من فوق، ما راح يطلع لي هذا الخط العدل. معناه انا اذا اخذ بس من جهة ومن جهة الاخرى راح يصير مايل، شو حيطلع بعدين؟ الابيض حلو والانقولي عريض، فالمفروض اني اقص من كل مناطق بصورة مساوية.
أنا ممكن تتأكد أنه أنت بين مرحلة ومرحلة إذا تقص صح بالمسطرة هاي الحافة العريضة مالتها خليه عسن بسحبة سحبة واحدة. المفروض المسطرة تطخ كل المناطق. شنو معناها؟ أنا إذا أقص بصورة مساوية اوكي. شوف الخط يعني يا دوب اختفى يا دوب، اذا اكثر او اقل راح يصير عندي مشكله. فالمفروض اني كل ما اخلص ستيب اقيس، مو بس مجرد رسمت وهذا هو. 4.5 صح؟ مو 4.5 ده 5. شوفون انا من حتى من اخلي ايدي واقص
المناطق ما مساوية، يعني مثلاً هاي عالية وهاي ناصية، فأني خلال البرجر مال إيدي ما ممكن، يعني هي هاي أنتوا تحسوها من تشتغلون، يعني ما ممكن، يعني جد ما لح أوصفها ما لح توصل لكم، لكن أنا من الصالون دا أضغط، دا أضغط على هاي بثقل معين، ومن دا أصعد لفوق دا أصعد الثقل على مود ترجع لي هذا الكيرب مال ديستال سايد. فالقصد أنه إذا أول سن ما طلع، ثاني سن ما طلع، يعني أنا مو معناها مخوش طبيب ولا معناها أني ما أعرف أنحت، تحاول إلى أن تطلع لك السن. حساب 10 بلوك، ممكن أني أول سن ثاني سن أوكي، ممكن غيري لا. فمو مجرد أنه إيه، مجرد شنو؟ تعليم. والأهم شيء من تجيب السن تكون مقتنع به، يعني مو شوف ينشر، يعني هذا وراء درجة تصليح، مقتنع به أوكي هذا صح، قياسي صح لو لا، إذا مو صح لتجابه. شلون دا سوي هسه راونديشن للديستال أنجل، تشوف شلون كأنه موس وقاص، هاي المفروض هاي بالأخير تصير هيك عندي موس وقصيت، لكن أنا يعني ما ممكن أنه شامح هيك أقص بهالطريقة، لا أقدر أحمي فد شي خياط مثلا، ولا أقدر هاي الوكس نايف نفسها أحميها، فالمفروض أخذ من عنده سكرابينج إلى أن أوصل هالمرحلة. هذا البرايمري كات بس، لكن شوفوا لازم هذا سموث كلين، وأهم شي الفقرة مقياسي انه المسطره منه الطخه بكل النقاط. ها طبعا وين هالانسايزر اللي انا ما ماخذ من عندها ما معدل، لكن انا من اقص مفروض كلها توصل، ماكو وحده تصعد وحده تنزل، من اباعه من فوق كانه مرسوم على كل المناطق. بس هذا ايش خلص الابيض نفسه لحق قلبه ميجي يلي وأرسم. نانا يصير مزعج ليش؟ لأن السن راح يصير بي روكينج. وإذا تريدون خلون أي شيء جوا، واكس نايف لاكرونة شو مش أي شيء سيطر، ونرسم نفس الرسم. بس على أي أساس؟ على مود يبقى إحنا نفس السيرفايكل لاين نفس العلو، ماكو داعي أقيس مرت اللوخ الكراون على مطلع 10.5. هذا السيرفايكل لاين اللي لزمته على الابيض لحمد دوين ميجي يلي وكمله بالمسطره. هسه راح اقيس عرض البلوك ايش قد، هاي جد عرضها تقريبا 14 صح؟ مو؟ جد النص مالتها 7. حسن هسه على السيرفايكل ايش قد بايش قد؟ 3 × 3 × 3 × 3 وبعدين ننزل 2
بعدين ايش قد؟ 3.5. عندي واحدة، اثنين، وثلاث. شو يحتاج بعد؟ سيرفايكل لاين 3.5. يعني هذا ما قصته، ليش؟ هذا حيروح بالكارفينج بعدين. وكمل الروت. شوف هل يعني بهالمرحلة هو صار منه أنا كلش ويك، فإذا ألزم بهالطريقة دنيا باردة بعد منه وغاد، وهو هذا اللي حيصير بريتل ممكن بسرعة يطق. شوف أنا شلون لزمته، هاي كلها تبقى إنه شقد أنت تقدر تنحت. عندي بس اللينجوال سايد، شلون انا دا اشكل يعني برا هذا اللاين هذا مالتي، برا هم دا اشكل نفس الكيرفتشر وانزل شوي شوي، يعني مصير قطع متساوي. هذا الماتي اللاين وهذا السيرفايكل، بدي ارسم نفس اللاين برا بالكاتينج على مود من ادخل جوا شويه شويه يصير نفس الكاتينج. هاي من أنا خاصة أنا بالسيرفايكل دا أفصلها بالقلم، ليش؟ أنا بد ما تنكسر عندي نفس الكسرة هذه هنا صارت.
اوكي عمنا خلص اضاعه للابيض كات للنقوض نفس الكات مال الابيض بس بالمعكوس في الميجيال وبالدستر يشوفونه يعني حتى خاصة لما باع من فوق شوف نفس الكات صح؟ ما اريد هيج ما اريد هيج ما اريد هيج بحيث المسطرة من اخليها بكل المناطق الطخ بالفينيش سيرفس. هذا خلصنا البرايمري كاتينج، وراها هنسوي له راونديشن وننزل عليه كاركترستيك مال انسايزر بحيث يصير انه هذا سنترال انسايزر. هذا بس مجرد برايمري كاتينج. الاسبوع الجاي رسم واجب وثلاث بلوكات بسوي لي بيها برايمري كاتينج.